أكرمه بقوم أكرموا القرآن، فيا قارئ القرآن فيك خصال وخشوع وتواضع ثم جمال، ذو أدب واحترام وكمال، رفيع المقام وحلو المقال، علم أنت يا شاغل البال، شخص عظيم وصوت عالي، أنت الشحات يا عاشقي ودلالي، يا ساكن القلب مكانك عالي، ثبتك الله مثل الجبال، وحفظك الكريم المتعالي، مما لم يعرفه قدر الرجال، يا عظيم الشأن ومعلم الأجيال.